ساعات قليلة بتفصلنا عن بدء موسم حصاد القمح بالمحافظات، علشان كده محافظة الشرقية وضعت تسهيلات خاصة للمزارعين، ويمكن أبرز هذه التسهيلات هي توفير الماكينات للحصاد بالمجان، وأيضا صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط. كمان يعني ده لأنه الشرقية من المحافظات اللي فيها إنتاجية عالية جدا لمحصول القمح. خلينا نعرف تفاصيل ما يحدث هناك. معنا على الهاتف الدكتور محمد خليفة، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية. صباح الخير عليك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. ويعني بنقول بداية انطلاق موسم حصاد القمح بشكل رسمي في الشرقية، عايزين نعرف استعدادات ده إيه، وإيه اللي بيحصل من تسهيلات للمزارعين عشان يتم توريد القمح. السلام عليكم. اهلا بحضرتك. وعليكم السلام. انا في البدايه بنتهز فرصه ان انا اقول لكل الشعب المصري كل عام وانتم طيبين بقدوم شهر رمضان الكريم ولحضراتكم طبعا. وبعدين في ظل التداعيات اللي بيمر بيها العالم، احنا كان لازم يبقى بالنسبه لنا الموسم ده موسم استثنائي بسبب الحرب الاوكرانيه الروسيه. وطبعا معروف لدى الكافه ان احنا كنا بنعتمد في الاستيراد على جزء كبير جدا من روسيا واوكرانيا، ولذلك ده كان موسم استثنائي بالنسبه لنا. وبعدين يعني توضيح ان محافظه الشرقيه تعد المحافظه رقم واحد في مساحه القمح في مصر. ده يكون واضح للساده المشاهدين. يعني احنا عندنا، انا بس هدي فكره عامه كده، احنا عموما اجمالي المنزرع في مصر كله 3,666,000 فدان تقريبا. محافظه الشرقيه نصيبها فيهم 423,000 فدان، يعني تساوي 11.6% من اجمالي المزروع على مستوى جمهوريه مصر العربيه. المتوقع طبعا محافظة الشرقية مساحتها المنزرعة 873,000 فدان. اللي منزرع حوالي 423,000، يعني يمثل 48.5% من إجمالي المزروع على محافظة الشرقية. متوقع إن هو يجيب إنتاجية 761,000 طن. طبعا احنا كنا لازم متوقع الانتاج ده يجابهه شون وصوامع عشان خاطر نعمل عمليه التسهيل للمزارع ونتلافى اللي كان بيحدث في السنوات السابقه من سلبيات، ان المزارع شكواه ان هو كان الفلوس بتقعد بال 10 ايام وبال 15 يوم وكده وزحام وامام الشون. ده كان يقابله ان احنا لازم نعمل سعه انتاجيه بالنسبه لمحافظه الشرقيه تعلو المساحه المتوقع توريدها، لان المساحه المتوقع يعني. طب دكتور محمد، لو احنا بنتكلم عن الصوامع، هل تم الشغل على رفع كفاءه الصوامع دي؟ احنا النهارده عندنا 53 شونه وصومعه على مستوى محافظه الشرقيه مقسمين وفقا للمراكز ومعدل المساحات المنزرعه في كل مركز على اساس يجابه توريدات المزارعين في المركز ونقرب لهم المسافه. صحيح. وطبعا وطبعا ونزيل اي معوقات. يعني انا طبعا دي يعني احنا في اجتماعات مستمره ما بين معالي وزير الزراعه ومعالي وزير التموين ومعالي محافظ الشرقيه. خدت بال حضرتك بقالنا اكتر من شهر بنعمل استعدادات. خدنا قرارات من قبل وزارة الزراعة ومن قبل وزارة التموين ومن قبل معالي محافظ الشرقية، عدة قرارات للتسهيل وإن احنا نمر بالموسم إن شاء الله بسلام. ويمكن أنا بقول يعني إن يمكن ربنا سبحانه وتعالى الظروف اللي احنا فيها دي مش بإيدينا، ولكن بتدينا إشارة إن احنا ممكن نكون في اتجاه اكتفاء ذاتي، إن احنا يعني لما نجتمع على قلب رجل واحد كمصريين كلنا والفلاح يفهم ان بالنسبه لنا يعني موضوع القمح ده احنا رقم واحد في استهلاك القمح في العالم. فلما مأمن لقمه عيشي ده مش عيب، واكتفي بيه ذاتيا. فكره ان يفهم ان هو امن قومي بشكل عام. بالظبط بالظبط.
بالظبط. يعني هو ده دكتور، من يمكن اخطر في القضايا. الوقت الحالي، في الوقت الحالي اللي الفلاح فاهمه هو السعر، هاخد كام في توريد القمح في هذا الموسم؟ هل تم تحديد السعر بشكل رسمي ولا لسه؟ نقطة مهمة. طبعا تم تحديد السعر، والسعر واضح وكل الفلاحين عارفينه حاليا، وكل اللي في البيوت عارفينه حاليا، لان احنا عاملين حملة قوية جدا. كم السعر؟ هقول لحضرتك، هو السعر من 800 ل 820 طبقا لمعدل نقاوة القمح نفسه. نعم. وعاملين حافز توريد 50 جنيه للفلاح على كل إردب، وعاملين 15 جنيه، يعني بنتكلم في 870 جنيه كده حتى اللحظة. ما انا لسه هقول لحضرتك اهو، كمان عاملين كمان 15 جنيه ده عشان خاطر عملية النقل. خدت بال حضرتك؟ ده طبعا طبقا للنقاوه. هتفرق بقى طبعا من 800 ال 20 جنيه هي اللي هتفرق في درجه النقاوه. انت واخد بالها؟ يعني هو من 865 كده لحد 885 بدرجه، تفرق درجه النقاوه حسب الجوده بتاعت الحبايه نفسها. درجه يعني النقاوه يقصد بها الجوده. نعم. في طبعا عشان خاطر القمح الفلاح برضو المصري واعي يعني، فيحافظ على درجة النقاوة عشان خاطر ياخد أعلى نسبة توريد. نعم. يرعى المحصول بتاعه كويس يعني. نعم. يرعى المحصول بتاعه كويس. مش ما هو مش الرعاية طبعا، التوصيات الفنية احنا قاسمين، احنا أولا عاملين يعني عاملين خطتين، خطة ما قبل الحصاد اللي احنا شغالين فيها في الوقت الحالي، إن احنا طبعا عملية المكافحة للأصداء وعدم تعطيش ال المحصول والحصاد في وقت ظهور عمليات اكتمال النمو. خدت بال حضرتك؟ حتى ده طبعا بيحافظ، بيدي جوده فنيه، التعليمات دي بتدي جوده للمحصول وفي الكميه. طبعا تعليمات معالي الوزير ان احنا وزير الزراعه في هذه المرحله ان احنا نكون مع الفلاح يعني دقيقة بدقيقة. طيب دكتور محمد، عايز اسال حضرتك عن العملية التنظيمية في مسألة التوريد، أماكن التوريد، النظم الحديثة المستخدمة. هقول لحضرتك على حاجة، احنا مبدئيا بس عشان خاطر نبقى فاهمين، هو احنا معدل متوسط الإنتاجية بيبقى في القمح تقريبا حسب الصنف يعني متوسط من 21 ل 20 21 متوسط إنتاجية الفدان. فاحنا الدولة طلعت قرار قالت إن التوريد في حدود 12 اردب، يعني كل مزارع يورد 12 اردب عن الفدان. تمام. والباقي لو هو هيستخدم شخصي، عشان احنا برضو عارفين ان المزارعين بس حتى هذه الكميه، ده بقى في اجراءات التداول. حتى هذه الكميه اللي انا بسيبها لحضرتك اللي هي مثلا تقارب من 8 اردب او 9 اردب حسب معدل الانتاج، دي في ضوابط لو حضرتك عاوزه تنقليها من مكان لمكان. دي يعني دي للاستخدام الشخصي، دي هيكون باذن من التموين. العمليه التنظيميه، دفع الفلوس خلال 48 ساعه. ده طبعا ده اتفاق. رقم 2، وده فرق كتير مع الفلاحين يا فندم، لان كان دايما بيكون في شكوى من مساله ده. كانت دي كانت سلبيه من ضمن السلبيات. ماشي. دلوقتي احنا كنا بالامس في اجتماع مجلس تنفيذي مع معالي الدكتور محافظ الشرقيه الدكتور ممدوح غراب، كنا في اجتماع التموين والزراعه والمرور والحمايه المدنيه وكل الاجهزه المعنيه والاحياء، كل رؤساء المدن والاحياء، المجلس التنفيذي منعقد يعني، ومعالي السكرتير العام سعد بن فرماوي، كل الجهاز كانت شغلنا الشاغل في المجلس التنفيذي امبارح قصه التوريد وعلى قدم وساق، لدرجه ان معالي المحافظ قال انا هنزل استلم بنفسي. يعني انا نفسي هنزل استلم بنفسي 24 ساعه، هندفع عمليه تسهيل في الشارع، لان طبعا انت حضرتك شاحنات القمح بتبقى بكميات كبيره. قال المرور بالتنسيق معانا، وبعدين هو الموسم مفروض ان وده بيتطلب تكاتف كل الجهات لانجاح هذا الموسم الاستثنائي من القمح. بالظبط كده زي ما حضرتك بتقولي، هو ده كان يعني، هو يمكن المجلس طول امبارح بسبب هذه الجزئيه، يعني تعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس الجمهوريه في هذا الاتجاه، حل اي مشكله، لان هو طبعا ما فيش شك ان واحنا ماشيين في السكه كده بيحصل يعني بعض المعوقات البسيطه، بس هنحلها، بطمن حضرتك هنحلها في ساعتها طبعا بالتنسيق بين الاجهزه تحل هذه المشاكل.
احنا بالظبط في غرفه عمليات حاليا تم افتتاحها في المحافظه لهذا الحديث، وبالنسبه للوزاره نفس الكلام. طبعا احنا كمان خدنا قرارات في اللجنه التنسيقيه في الاسمده ان احنا نعمل حوافز. ما انا زي ما بخوف الفلاح وبقول له لو ما ورطتش انا هحرمك من السماد، اللي مش هيورط ال 12 ارداب بحد ادنى، احنا في محافظه الشرقيه ما بنتكلمش في ال 12. احنا معالي توجيهات معالي الوزير المحافظ بالامس الدكتور ممدوح غراب قال ان احنا بنتكلم في اكتر، يعني احنا المفروض على مساحتنا نورط 761، قال لا احنا مستهدفين المليون ان شاء الله. فبنبذل جهود، ده يقابله ان احنا في عمليه تحفيز للمزارع، غير الدوله حطت حوافز، طبعا حافز 50% وال 50 جنيه عن كل ارداب وال 15 جنيه الخاصين بالنقل. ومع ذلك كمان احنا كوزاره الزراعه خدنا بعض الاجراءات ان احنا نحفز المزارع دي ازاي. في الماضي ما كناش بنصرف اسمده لاكثر من 25 من بين التحفيز للفلاح لعمليه التوريد يا دكتور، هل هيكون في ماكينات تابعه ليكم هيتم نشرها في المحافظات بالمجان، ولا هيتم تنظيم العمليه دي ازاي؟ هو طبعا معالي الوزير المحافظ بالامس وجه لهذا الحديث، واحنا جاري ان احنا بالفعل يعني من امبارح للنهارده وفرنا عدد وبنستكمل الباقي ان شاء الله باذن الله، وهنرتب هذا الامر في اجتماع هتغطوا كل محافظات الجمهوريه. لا مش احنا بنتكلم، لا فيما يخص المحافظات الخاصه بزراعه القمح تحديدا يعني. لا فيما يخص انا بالنسبه للماكينات دي فيما يخص محافظه الشرقيه. نعم الشرقيه فقط. دي كانت توجيهات معالي الوزير المحافظ الدكتور ممدوح غراب بالامس، واحنا كان الاسبوع اللي فات كان في اجتماع مع معالي وزير الزراعه اونلاين لكل وكلاء الوزاره على مستوى الجمهوريه، كان هو شغله الشاغر هذا الحديث. نعم. وان احنا يكون في غرفه عمليات في الوزاره برضو بتتلقى يوم بيوم الموقف ايه. هو الموقف الحمد لله رب العالمين مطمئن، يعني بطمن حضرتك ان الموضوع ان شاء الله باذن الله يعدي على خير. خدت بال حضرتك، واحنا كمان بندي حافز غير كده ان النهارده اللي هيورد نسبته بنسبه 90% من كبار المزارعين اللي هو عنده فوق ال 25 فدان، احنا هنصرف له المره الجايه الاسمده على كامل المساحه اللي ورد عليها. نعم. يعني مش هنلتزم بالحد الاقصى اللي كنا بنحطه بالنسبه للسماد اللي هو ال 25 فدان، لا ده احنا، ودي كانت مشكله بتواجه الناس، لان حضرتك عارف طبعا ان اكثر شيء بيؤرق المزارعين اللي الاسمده. فطبعا وطبعا الدفع خلال 48 ساعه نسقنا برضو من خلال معالي وزير الزراعه ومعالي وزير التموين ومعالي محافظ الشرقيه ان احنا بنعمل الاتي. النهارده لو في صغار مزارعين المسافه بعيده عليهم هننسق مع وزاره التموين ومع معالي المحافظ ان نخطر معالي وزير التموين ان يعمل لنا لجان متنقله، لجان توريد استلام متنقله، على اساس نقرب من الفلاح، نوفر مكان في الجمعيه الزراعيه، نوفر مكان بجانب الجمعيه الزراعيه. يعني دكتور نقدر نقول ان كل اللي حضرتك ذكرته ده هي خطوات تسهيليه تيسيريه على المزارع من اجل توريد محصول القمح. وخلينا برضو نقول الناحيه الثانيه ان في رهان على المزارع، والموضوع هيعدي ان شاء الله على خير زي ما حضرتك ذكرت نصا، طول ما في مزارع وطني مخلص مدرك تحديات المرحلة الحالية ووقت الشدة دايما، يعني معادن المصريين بيظهر وبيكونوا قد التحدي. الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنتمنى لكم كل التوفيق.